هاير سوبر ماما. انا الموضوع ابتدى ان انا كنت زي اي حد طبيعي بشتغل والحمد لله ناجحه في شغلي. وبعد كده حملت وخلفت وقعدت سنه ونص في البيت بسبب ان انا ما كنتش عايزه اسيب بنتي وهي صغيره. وبعد كده بعد سنه ونص قررت ان انا ارجع تاني اشتغل. ولما رجعت في حته الماركت بتاع الشغل ابتديت الاقي ان الناس مش متقبلين ان انا ام بسبب مواعيد العمل، ان هما شايفين ان انا مش هقدر ادي دوري في الشغل بسبب ان انا عندي بيبي في البيت. فمن هنا حصل لي صراحه حاله احباط يعني. وعملت جروب هاير سوبر ماما، ده كانت البدايه، مبادره ان احنا نلاقي شغل لبعض. وبعد كده جات لي من هنا الفكره ان طب ليه ما جيبش فرص عمل للامهات تناسبهم. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب فرص عمل للامهات تبقى باوقات مرنه تساعدهم ان هم يعرفوا تحقق كيانها كأم، وفي نفس الوقت تعرف تبقى مع عيالها في البيت، ما تبقاش مقصره او ان هي تختار ان هي يا تختار نفسها يا تختار ولادها. احنا امهات كتيره جدا تحمسوا للفكره، وبالفعل يعني عدد كبير جدا فضلوا يبعتوا لنا القصص ومشاكلهم واللي حصل وان هم طالبين الموضوع ده. احنا بالفعل حققنا نجاح الحمد لله، عيننا امهات في شركات مختلفه، وده الصراحه يعني رجع لنا ان هم كانوا يعني اكن دي كانت فرصه بالنسبه لهم ما يحلموش بيها، ان هم يلاقوا حاجه فعلا تخليهم يلاقوا نفسهم وفي نفس الوقت يقعدوا مع ولادهم. هاير سوبر ماما قدرت في فتره بسيطه ان هي تحقق لنا المعادله الصعبه ان احنا يكون عندنا موظفه كفء في فتره بسيطه جدا وعدد ساعات عمل قليله بس مفيده جدا بالنسبه لنا كشركه. واعتقد ده مناسب بالنسبه للاناث او للامهات خلال الفتره اللي جايه اللي هم عندهم كفاءات عاليه وعايزين كمان يحققوا ذاتهم في العمل. انا اوريدي كنت بشتغل بدوام كامل في مكان في شركه قبل هنا، ما كنتش مبسوطه لان كانت مواعيد العمل وكانت طبيعه الشغل والمسافه ما كانتش محساني ان انا قادره اواكب ما بين البيت وما بين شغلي. فبدات ادور على شغل في اماكن تانية، ففي اقل من ايام فعلا لقيتهم بيكلموني حددوا لي ميعاد الانترفيو، وجيت لقيت المكان قريب جدا من البيت. فهو ده حاجه لطيفه ان هم اهتموا بالمسافه بتاعه البيت. ده انسب مكان انا اشتغلت فيه يناسب كل الكواليفيكيشن وامكانياتي على مدار السنين. فانا فعلا مبسوطه جدا وثانكس لجيسي ان الفكره هايله. احنا الموضوع وسعناه من الجروب للويب سايت عشان خاطر الموضوع يبقى منظم. احنا اي ام عايزه تلاقي شغلانه مناسبه الموضوع سهل جدا وبسيط، بتخش تسجل بياناتها، بعد كده بيبقى اخر خطوه ان هي بتدخل بتفتح الشغل وتشوف الشغلانه المناسبه ليها، وبعد ما بتشوف الشغلانه المناسبه فيها بتقدم عليها، ولو السي في بتاعها مناسب للشغلانه بنكلمها للانترفيوز. الفتره الجايه نتمنى ان يبقى في دعم من الحكومه والوزاره، بالذات ان في 8 وزيرات في الحكومه المصريه ومعظمهم امهات. احنا بس مش عايزين نفضل في مصر، احنا عايزين نتوسع للوطن العربي، وطبعا وجود الحكومه والوزراء هيبقى دعم كبير قوي لينا بالنسبه للتحدي ان الام تعرف تلاقي شغل مناسب ليها.